ماشي، بسم الله. طيب احنا في الاورجانيك يا جماعه، ولو حد ناسي ولو حد مش فاكر ان الاورجانيك هي الكيمستري اوف كارب. فاحنا ان شاء الله النهارده هنبدا نحل على الفرع ده في الكيمستري اللي هي كيمياء الكربون. طبعا احنا قلنا كيمستري اوف كربون، ده معناه ان كان في كلام تاني كان مش مظبوط قوي. اللي هو ايه؟ ايه الكلام التاني اللي ما كانش مظبوط؟ ان في ناس كانت بتقول الكيمستري بتاعت الموليكول اللي جايه من الليفنج اورجانيزم. احنا قلنا ان ده كلام برازيليوس والكلام ده مش مظبوط. ثواني بس انا هجيب قلم. فاحنا قلنا الكلام ده بتاع برازيليوس وده مش مظبوط. طيب هو ثواني انا عايز بس اظبط حاجه في القلم. طيب ادوني ثانيه يا جماعه عشان القلم ما بيكتبش. اه تمام. طيب ف معلش، هي المرة دي هيكون فيها كذا حاجة بنجربها، فإن شاء الله الموضوع يتم تماما يعني، أو يتم بصورة جميلة. طيب فهنكمل. فبنقول إن كان في مفاهيم قديمة للأورجانيك كيمستري كان بتقول إن الأورجانيك كيمستري هي الكيمستري of living organism او الكومباوند اللي جايه من living organism. قلنا ان الكلام ده غلط لحد ما جه واحد اسمه فولر، والراجل ده عمل تجربه في اللاب بتاعه. التجربه دي انتج منها مركب اسمه ايه؟ حد فاكر الكومباوند ده اسمه ايه؟ وبرده لو سمحتوا ما حدش يمل لو هو عارف حاجه، لو سمحت يعني، لا شك هتلاقي حاجه انت مش عارفها، فبلاش تتسرع يعني وتحكم على الموضوع بدري، لان لا شك ان المستويات مختلفه، فانا بحاول يعني اناسب كل الناس. فحد يقول لي فولر عمل ايه؟ حد يجاوبني كده يعني، خليكم تتكلموا. فولر عمل ايه يا جماعه؟ ان انتوا مش هتتكلموا ده معناها بالنسبه لي حاجه واحده، ان انتوا مش عارفين. يوريا. حضر اليوريا. حضرها فين يا اللي اتكلم بقى؟ حضرها فين اليوريا دي؟ جوه بالله. ليفنج. حضرها في اللاب بالظبط. هي دي كانت الفيصل في الحكايه دي، ان الراجل اللي اسمه فولر حضر اليوريا في اللاب بتاعه. لما حضر اليوريا في اللاب بتاعه قلب الموضوع على واحد اسمه برازيليوس، لان هو قال له انا كده I can prepare organic substance outside living organism. يعني الكلام ده تم outside living organism، ومن اللحظه دي بقت الاورجانيك سبستنس هي السبستنس اللي فيها كربون. السبستنس اللي فيها كربون مش السبستنس اللي جايه من ليفنج اورجانيزم. طيب تعالوا من الفكره دي نحاول نحل بقى، او دي هتكون ان شاء الله البدايه بتاعتنا. في السؤال الاول بيقول the following chemical process can be explained through a vital force theory. طبعا كلمه ال vital force دي بتاعت مين؟ دي بتاعت الراجل اللي اسمه برازيليوس. لو سمحتوا يا جماعه اقفلوا المايك لو سمحتوا، الا لما انا اساله. بتاعت الراجل اللي اسمه برازيليوس. فبرازيليوس الراجل ده كان بيقول ان الليفنج اورجانيزم بتقدر، او الليفنج عشان انا فتح البريد الشرايح ديت، ده سيطر على، هو في مشكله ان الصوت طالع عندي، فانا هضطر ان انا اخلي الموضوع. لو سمحتوا يا جماعه اقفلوا الصوت عشان يعني بيعمل ايكو فظيع. طيب فاحنا بنقول ان الراجل اللي اسمه فولر هو اول واحد يعمل، هو واضح ان في. طيب الدنيا يا جماعه دقيقه، هو المره دي هيكون في كذا مشكله في التظبيطات كده، فانا هحاول اقفل كل حاجه. ف تقول كده
الو، طيب كده سامعين؟ الصوت موجود اهو دلوقتي. كده تمام. تمام. طيب هنكمل يا جماعه. طيب، طب استاذنكم، انا مش بحب ان انا اقفل المايك والجو ده، يعني انا هسيب المايك بس لو سمحتوا، يعني ما حدش يسيب المايك مفتوح غير لما انا اسالكم، بحيث ان الموضوع ان احنا ما نضيعش فيه وقت كتير، حد عنده صوت وحد كده، فلو سمحتوا احنا ناس كبيره كده بلاش الجو اللي انا عارفه ده. فلما اسالكم جاوبوا، لما انا اشرح اسمعوني بصوره سلسه كده بحيث ان احنا ما نضيعش وقت. اوكي؟ طيب السؤال الثاني، يبقى احنا اخترنا الاجابه طبعا بعد ده كله، الاجابه ايه؟ ليتر سي، لان ده كيميكال رياكشن بيحصل جوه اللاب، فده عكس كلام برازيليوس بتاع الفيتال فورس بتاع الليفنج اورجانيزم. يعني برازيليوس كان بيقول ان احنا محتاجين ليفنج اورجانيزم. طيب السؤال الثاني بيقول which of the following is a reaction that can be performed in lab. هو بيقول chemical reaction ينفع يحصل في اللاب. chemical reaction ينفع يحصل في اللاب. طيب هو واضح ان في مشكله هنا برضو، ان احنا هنحتاج اللي تمسح كل مره. طيب هو ده يعني سيستم جديد. طيب فمين الرياكشن ده؟ مين يفكر معايا كده يا جماعه بصوت عالي؟ Which of the following is a reaction that can be performed in lab؟ مين في دول reaction ينفع نعمله في اللاب؟ طيب تعالى نمشي واحدة واحدة في الاختيارات كده زي ما احنا تعودنا. هو أنا مش عارف في رسائل تاني كده، في صوت تمام ماشي. فهل عملية الفوتوسينسز ينفع تحصل في اللاب؟ لو فاكرين الفوتوسينسز من البايو محتاجة لايت ومحتاجة بلانت ومحتاجة كلوروبلاست، هل ده ينفع يحصل في اللاب؟ لا طبعا ما ينفعش يحصل في اللاب. تاني حاجة converting the plant material into animal tissue، ان انا مثلا كهيومن اكل plant واحوله لتيشو، هل ده ينفع يحصل في اللاب بتاعي؟ طبعا حتى الان لا، يعني امكانياتنا حاليا في الكيمستري لا تؤهلنا ان احنا نعمل كده. طيب هل ينفع اخد البنزين او انتج بنزين from cool tar؟ لو حد فاكر الرياكشن ده من درس الاروماتيك بنزين، ان انا كان عندي من طرق تحضير البنزين ان انا اجيب الكول. حد سامع؟ انا عايز اسال حد سؤال مهم، حد سامع؟ طيب خلينا انا انقي بقى، يعني انا قلت ان انتوا جايين فانتوا ناويين ان شاء الله ان انتوا تتعلموا، فانا هسال بقى ايه عشوائي كده. مثلا حد اسمه احمد عصام تقريبا، ده اللي كان بيتكلم معاه في الاول. لا مش هو. طب احمد بالترتيب كده، احمد مش هتردوا بقى والجو ده يا احمد. طب اسراء، طب اي حد يرد يا جماعه عشان الوقت، اي حد يرد. عايز حد كده عنده المايك شغال يرد عليا. مين يرد عليا؟ الو، هو كده في صوت اصلا؟ ايوه. طيب سامعني؟ انا سامعك كده جميل. طيب قولي لي انت اسراء. قولي لي يا اسراء، هو احنا بنحضر البنزين ازاي في منهجنا؟ خلينا يعني ايه نستفيد من الوقت، قولي لنا كده بنحضر البنزين ازاي؟ يعني ايه طرق تحضير البنزين في منهجنا؟ ككومباوند اللي اسمه بنزين ده، طبعا انا مش عارف مستواكم، فانا بحاول اسال من ناحيه اعرف مستواكم، من ناحيه ان احنا نستغل الوقت. فالكومباوند ده حد فاكر او عارفه طريقه تحضيره في منهجنا؟ كومباوند اللي اسمه اروماتيك بنزين، ازاي بنحضره في منهجنا؟ ازاي احضر الكومباوند اللي اسمه اروماتيك بنزين؟ احنا طبعا مش هنمسك سؤال سؤال ونقول الاجابه وخلاص، لا انا عايز، احنا بنراجع كيمستري او بنراجع اورجانيك كيمستري، فاحنا عايزين زي ما نكون بنقلب كده في المنهج بتاعنا. فحد عارف طرق تحضير البنزين؟ هو ممكن من الاسيتيلين. صح، كان اسمها ايه الطريقه؟ كان بوليمرايزيشن. صح ترايمرايزيشن او بوليمرايزيشن. صح، ان انا باخد 3 مول من الاسيتيلين مع ريد هوت نيكل تيوب. صح، ريد هوت نيكل تيوب. طيب الطريقه الثانيه كان من الكولتار نفسه. يس، من الكولتار. صح، اعمل ايه للكولتار؟ كنت بعمل فراكشنال ديستليشن. صح كده؟ صح. ينفع تقولي زمايلك يعني ايه فراكشنال ديستليشن؟ تقريبا
بعمل heating absent of air ولا مش هو؟ لا مش دي، مش دي، مش دي، دي اسمها destructive distillation، دي كنت بعملها للكول نفسه. لكن انا بتكلم fractional distillation اللي انت قلتيها صح، دي دي معناها ان انا بسخن الماده عن درجات حراره مختلفه. انا عندي ليكويد، تخيلي كده، انا ايوه عندي صح، كان 80 و82 صح؟ ايوه صح. طيب. انا عندي ليكويد، الليكويد ده مختلط بيه حاجات مختلفه، فانا عايز افصل الحاجات دي، فانا هعتمد على صفه مختلفه في الحاجات دي زي البويلنج بوينت مثلا. يعني انا في الفراكشن ديستليشن انا بفصل على اساس البويلنج بوينت المختلفه في كل واحد من دول. فمثلا البنزين بتاعنا بيبويل عند درجه حراره كام؟ من 80 ل 82 صح، زي ما انت قلت بالظبط. فانا اتوقع ان عندي 80 او 82 البنزين هيغلي، فالبنزين هيتفصل او هيطلع لوحده. طيب دي الطريقه الثانيه، ايه تاني يا اسراء؟ يبقى قلنا من الاسيتيلين بوليمرايزيشن، من الكول تار هعمل له فراكشنال ديستليشن، ايه تاني؟ كنت بعمل ريدكشن للفينول. صح، ريدكشن اوف فينول. يعني ايه ريدكشن يا اسراء؟ يعني مش فاهم قصدي حضرتك ايه. يعني الكونسبت اوف ريدكشن في الكيمستري، يعني ايه كلمه ريدكشن في الكيمستري؟ يعني مثلا زياده اكسجين ولا نقص اكسجين، زياده هيدروجين ولا نقص هيدروجين؟ لا تقريبا كان نقص اكسجين صح كده. انا بستخدم زنك، صح، بستخدم زنك وبكنسل الاكسجينايه اللي عند الفينول، بحذف من الفينول اكسجينايه فيتحول لبنزين، صح. دي الطريقه الثالثه. ايه الطريقه الرابعه؟ هما خمس طرق. ايه هو في اللاب كنا بنعمل دراي ديستليشن للصوديوم بنزويت. الله ينور عليك يا اسراء، صح، صوديوم بنزويت يعني حلقه بنزين عليها سي او او ان اي. انا بعملها دراي ديستليشن يعني بستخدم حاجتين، ايه هما؟ الكالسيوم اوكسايد وان اي او اتش، صح. مين برضو الرياكشن اللي انا كنت بعمله نفس الحركه دي يا اسراء؟ كان في الميثين برضو صح؟ الميثين. طب تقدري تقولي لي كلمه معينه على الرياكشن ده؟ يعني الرياكشن ده يعني انا لو عندي مثلا ماده فيها ست كربونات وعملت لها دراي ديستليشن، البرودكت بيكون بالنسبه لي ايه؟ بيبقى برضه فيه 6 كربونز. لا خلي بالك بقى، اقل بواحده صح؟ ايوه كده، اقل بواحده. اقل بواحده، ايوه صح، اقل بواحده. انا عايز كل الحاجه اللي تغلطوا فيها لو سمحتوا ايه ما تنسوهاش تاني بقى. انا لما بعمل دراي ديستليشن، وده جالهم السنه اللي فاتت، جالهم سؤال بيسالهم على دراي ديستليشن بس ماده غير اللي عندنا في المنهج. يعني احنا عندنا في المنهج للصوديوم اسيتيت، الصوديوم اسيتيت يعني مركب فيه كربونتين، لما اعمل له دراي ديستليشن بيديني ماده فيها كربونه واحده اللي هي الميثين. فانا لو جبت لك مثلا اسراء برضو صوديوم بروبانويت عملت لها دراي ديستليشن تدينا ايه؟ هيبقى ايثين بقى. ايوه كده، الله ينور عليك، صح. يبقى تفاعل الدراي ديستليشن بيقلل كربونه في منهجنا كله، بيقلل كربون. حتى لو تاخدي بالك ان الدراي ديستليشن للاروماتيك بنزين كان عنده سي او او ان اي صح؟ اتحذفت السي او او ان اي دي وفضل لي بنزين. ف قاعدة عامة في منهجنا ان الدراي ديستليشن بيقلل كربونة. طيب اخر طريقة، اخر طريقة يا اسراء، اخر طريقة للبريباريشن اوف بنزين في منهجنا كان من الـ هيكسين تقريبا، او من هيكسين، من النورمال هيكسين صح، من النورمال هيكسين. تعرفي تقولي لي الجنرال فورمولا للنورمال هيكسين هي ايه؟ C6H2N plus 2 يبقى 2H14. ايوه الله ينور عليك، تفكيرك صح وكويس، صح. هي قالت CnH2N plus 2 يبقى الضعف 12 وبلس 2 يبقى 14 صح كده. يبقى النورمال هيكتين انا لما اعمل له حاجه اسمها كاتاليتيك ريفورميشن يعني إعادة تشكيل أو إعادة ترتيب، المركب ده أصلاً بيكون شكل تشين كده طويلة، ست كربونات جنب بعض بالشكل ده 1 2 3 4 5 6. اللي أنا برسمه ده اسمه إيه يا إسراء؟ ده الهيكسين اللي تحت ده اللي أنا واقف بيه، اللي أنا واقف عليه، الشكل ده كفورمولا اسمها إيه؟ لا مش فاكرة.
اسمها سكيليتال او لاين فورمولا. لما انا ارسم الموليكول كده في شكل لاينز كده اسمها سكيليتال فورمولا او لاين فورم. تعرفي ازاي بتسميها؟ مش كل يعني كل نقطه كده بيبقى المفروض عندها كربون؟ صح كده، الله ينور عليك. اه ما شاء الله عليك، صح، كل نقطة من دول تعتبر كربون. فأنا رسمت الهيكسين 6 كربونات أو 6 أنجل. طيب لما أعمل له إعادة تشكيل، يعني إيه إعادة تشكيل؟ يعني أنا بعمل الموليكول في صورة سايكليك. الكلام ده بيحتاج كاتاليست وبيحتاج هيت، بيحتاج بريشر، خلاص؟ طيب فأنا عملت حضرت البنزين بالطرق دي. طيب السؤال ليكي بقى، لما أنا ابريديوس البنزين من الكول تار، انت لسه قايله ان دي فراكشنال ديستليشن، يعني جاست ان انا محتاج اغلي الكول تار عند درجات حراره مختلفه. هل الكلام ده ينفع اعمله في اللاب ولا لا؟ لا أنا اغلي، يعني بالله عليك اغلي، ده انا ممكن اعملها في المطبخ بتاعنا عادي جدا، ان انا اجيب ماده واغليها ما فيهاش اي مشكله، مش محتاجه لاب. قصدي ينفع تتعمل في اللاب، احنا هنا لما بنتكلم احنا قصدي هل ينفع تتعمل بره الليفنج اورجانيزم ولا لا؟ فموضوع ان تمام، ده كلام ينفع. لكن تعالي للاختيار الاخير، ان انا احول الاورجانيك ماتر انتو بتروليوم اويل، هل ده حاجه انا اقدر اعملها؟ ولو قلتي لي لا قولي لي ليه بقى. ان انا احول المواد العضويه، يعني مثلا كائن حي مات ولا حاجه، احوله لبترول، هل دي عملية صعبة ولا ينفع عادي نعملها في اللاب؟ يعني وأنا فاضي كده في اللاب بتاعي أحضر لي شوية بترول. هو أنا مش متأكدة قوي يعني، بس أظن دي حاجة بتحتاج وقت لو حاجة أورجانيك ماتر هتتحلل أو كده. أكيد طبعًا، بتحتاج ملايين السنين وبتحتاج كونديشن معينة، فده كلام مستحيل يحصل في اللاب، ده مستحيل يحصل في اللاب. يبقى إحنا في الآخر اخترنا الإجابة ليتر سي. شكرًا ليك يا إسراء، شكرًا بجد. العفو. طيب السؤال الثالث، ومعلش لو احنا ماشيين ببطء والناس يعني في ناس هتبدا ايه تحس ان احنا يعني الموضوع مش ساتسفاينج قوي ليهم، بس يعني انا بحاول ان الموضوع يكون مرور على المنهج قد ما هو حل اسئله. انا لو عايز احل اسئله كتير هحل اسئله كتير في وقت قليل، ما عنديش مشكله، بس هي الفكره ايه؟ ان انا عايز استغل وجود حضراتكم معايا ان احنا احاول اسالكم، لان انتم محتاجين الكلام ده دلوقتي، لان ده هيديكم ثقه ان شاء الله في مذاكرتكم في حلكم، وفي نفس الوقت احل معاكم. اوكي طيب السؤال الثالث بيقول التو كومباوندز دول مالهم بقى؟ كل واحد ليه شويه بروبرتيز معينه، فالاولاني ده ليه شويه بروبرتيز والتاني ده ليه شويه بروبرتيز. اللي يهمني في التو بروبرتيز دول اللي انا هقف عندها قوي الميلتنج بوينت. بصوا كده، انا بدور على الحاجه الاود قوي. بص الميلتنج بوينت كام؟ رقم كبير قوي، معدل 1000 درجه او 1500 كمان تقريبا. فاتوقع ان الماده اللي عندها ميلتنج بوينت كبيره قوي اكيد دي ماده ايونيك، لان انا عندي تيبل في بدايه الاورجانيك كيمستري بيقول ان المواد الايونيك الميلتنج بوينت بتاعتها مالها؟ الميلتنج بوينت بتاعتها مالها؟ قول لحضرتك انا مش سامع حاجه، مش في حاجه لسه مش منزله. مين اللي بيقول انا مش سامع حاجه؟ واحد اسمه وضاء، انا مش سامع حاجه ومش فاهم في حاجه عشان لسه. طيب احنا بدانا وضاء بقالنا تقريبا نص ساعه، بس تقريبا احنا برضو خدنا وقت في الاول كده كنا بندردش. طيب هو اكيد انتوا فاهمين ان موضوع زوم ده بعد فتره بيفصل، فاحنا كل فتره كده، وانا قايل لكم ان شاء الله ان هيكون في فواصل، فالفواصل بتاعتنا هتكون هي ان احنا هنغير اللينك من ناحيه، يعني انا هدخل لكم لينك جديد، وفي نفس الوقت انتوا هتاخدوا نفسكم كده دقايق وان شاء الله هنكمل تاني. فمش دوس على المايك وكلمه داتا اور واي فاي. صح، دي حاجة صح، أول ما بتدخل كده لازم تعملها عشان يشتغل تمام. طيب خلينا نكمل. فأنا بقول في السؤال ده طيب إيه في المايك بقى على طول يا ويدا. في السؤال ده أنا بصيت لقيت إن الميلتنج بوينت عالية قوي قوي قوي، فأنا توقعت إن المادة دي إن أورجانيك، لأن أنا عندي جدول في بداية الأورجانيك كيمستري بيقول إن المواد الإن أورجانيك الميلتنج بوينت بتاعتها عالية، فانا توقعت الماده دي ان اورجانيك. بس هي مش ان اورجانيك بس، ده ان اورجانيك وسوليبل في الووتر، فدي ميزه كمان. طب الثانيه دي
والله هي ما بتدوبش في الميه، فهي اكيد حاجه اورجانيك اكيد يعني، انا شاكك كده. وبرضو الميلتنج بوينت بتاعتها قليله، فاكيد هي برضو حاجه اورجانيك. فانا اكيد هدور على اختيار يقول لي ان بي ده حاجه ان اورجانيك، وسي هي حاجه، او بي هي حاجه. انا عشان بتابع كذا حاجه. طيب هي بي حاجه ان اورجانيك واي حاجه اورجانيك. طيب فانا عايز الاختيار ده، مين الاختيار اللي فيه بي ايونيك او ان اورجانيك واي اورجانيك؟ فاكيد الاختيار اللي هو مين، لو تاخدوا بالكم في الاختيارات، هو اكيد لتر بي بلس. وده تيبل عندك في بدايه الاورجانيك كيمستري، اللي هي كومباريزون مهم جدا ما بين الحاجات الاورجانيك وما بين الحاجات الان اورجانيك خلاص. طيب احنا هنوقف بعد شويه، يعني اعملوا حسابكم ان احنا بعد شويه هنوقف وندخل تاني. طيب السؤال اللي بعد كده، انا عايز حد يتكلم بقى، عايز حد تاني غير اسراء يتكلم. فعايزين مثلا اي حد، يعني اي حد يحب يتكلم، انا ما بحبش حد. مين يحب يجاوب معايا او يتناقش معايا زي اسراء كده النقاش الجميل ده، اللي انا شايف ان ده اهم حاجه بالنسبه لك الفتره اللي جايه. واوعى بقى تكون لحد دلوقتي لسه بتتكسف والجو ده، او بتخاف، او لا انا مش عايز حد يسالني او جو، لا انت خلاص انت عديت المرحله دي، انت في النهايه كمان كام يوم هتمتحن، فانت المفروض جاهز ان حد يسالك وحد يتكلم معاك. فمين يا جماعه يتكلم معايا كده ونتناقش في السؤال ده؟ مين يقول؟ انا ممكن احل مع حضرتك. طيب يلا انطلق. بيقول لك all the following are structure formula. مين اللي بيتكلم بقى، اسمك ايه؟ انا محمد عاصم. طيب قول يا محمد، هو ايه الفرق ما بين الستراكشر فورمولا والموليكولار فورمولا؟ قولي زمايلك كده لان هم ناسيين. الستراكشر دي بتكون بتبين اللي هي عندهم سيم موليكولار فورمولا. ثانية واحدة. عارف اكتر حاجة بحبها هي يا محمد، طلبة بتزعل مني قوي منها، ان انا بحب الطالب يغلط معايا، لان هو لو غلط معايا هيتعلم من غلطه، فانا ما عنديش مشكلة انك تقول اي حاجة غلط، ليش اي مشكلة. ماشي، فاقول يعني قول وما تخافش. فانا بسالك يعني ايه ستراكشرال فورمولا؟ هو انا صراحه مش فاكرها قوي، بس يعني ممكن احاول. طيب خلينا افكرك. بص كلمه فورمولا عندنا في الكيمستري هي طريقه للتعبير عن الكومباوند. كلمه فورمولا هي طريقه للتعبير عن الكومباوند. عندنا كذا اسلوب للتعبير عن كومباوند ده، منهم الاستراكشرال فورمولا. الاستراكشرال فورمولا هي فورمولا بتعبر ايه عن الكومباوند اللي انت بتتكلم عنه، بتعبر لك على عدد الاتوم، نمبر الاتوم، تاني حاجه التايب بتاع الاتوم، تالت حاجه الارينجمنت بتاع الاتوم ده مع بعض. يبقى تاني انا عندي حاجه اسمها استراكشرال فورمولا، ودي بتعبر لي عن ثلاث حاجات: عدد الاتوم، نوع الاتوم، طريقه ترتيبهم. فانا لو سالتك كده، مين في دول اللي انت شايفهم دول تعتبر ستراكشرال فورمولا؟ مين في دول اللي عبرت لك عن عدد الاتوم ونوع الاتوم وطريقه الارينجمنت اللي ما بينهم يا محمد؟ البنزين. اللي فوق دي حرام عليك، حرام عليك، في واحد اسمه كيكولي هينتحر من اللي انت قلته ده. ده بنزين؟ عشان يكون بنزين لازم يكون في رينج جوه، صح؟ صح. ده في راجل ضيع عمره عشان الرينج دي اللي اسمه كيكولي ده، فده مش بنزين. خليني بقى انت تقول لي ده اسمه ايه، خلينا نمسح كده ونقول ده اسمه ايه. ده اسمه ايه؟ فينول. فينول؟ لا، ده سايكلو هيبسين. ده سايكلو يعني حلقي، مركب في شكل حلقه، وهو عنده ست كربونات زي ما اسراء كانت بتقول لنا من شويه. اللي عنده ست كربونات ده بنقول عليه هيكسين، يبقى ده سايكلو هيكسين. لو سمحتوا يا جماعه ما حدش يفتح كام ولا حد يفتح اي حاجه. فده اسمه سايكلو هيكسين. جميل، ده مش بنزين وده مختلف عن البنزين خالص. فصح ده ستراكشرال فورمولا، صح؟ هل اتنين دي ستراكشرال فورمولا او لتر بي دي ستراكشرال فورمولا؟ هل دي عبرت لك على عدد الاتوم ونوع الاتوم وطريقه الارينجمنت اللي ما بينهم؟ هل بي دي عبرت لك عن طريقه الارينجمنت؟ بالله عليك يعني انت شايف السي ماسكه مع مين والاتش ماسكه مع مين؟ لا ما عبرتليش. طب سي، هل سي عبرت لك ان السي ماسكه مع اتش وفي سي تانية ماسكه مع اتشات برضو؟ اه.
طب دي شايف انت شكلها جميله وسهايه وطالع منها 4 اتشات، فصحيح دي عبرت لي على نوع الاتوم وعددهم وطريقه الارنجمنت اللي ما بينهم، فصحيح دي كمان تعتبر ستراكشرال فورمولا. فالسؤال بيقول لك كل دول يعتبر ستراكشرال فورمولا ما عدا، يبقى اكيد اللي ما عدا دي او الاكسبت ده اكيد حاجه غير الستراكشرال فورمولا. فعندي الحاجه الثانيه اللي مشهوره قوي في الاورجانيك كيمستري هي الموليكولار فورمولا. يعني ايه موليكولار فورمولا؟ هي فورمولا بتعبر لي على نوع الاتوم، نمبر او تايب اوف اتوم وعدده بس، ما تقولكش الا حاجتين، التايب اوف اتوم والنمبر بتاعهم. طيب فين الفورمولا اللي بتعبر لي على النوع والعدد بس؟ هي لتر بي، يبقى هي دي الاختيار الصح. محمد فهمت انا قلت ايه؟ فهمت. طيب عايز حد قبل ما نسيب السؤال ده يجاوبني على سؤال تاني؟ شكرا ليك يا محمد. حد تاني يا جماعه؟ حد تاني كده من الناس الدحيحه يجاوبني على السؤال اللي انا هقوله ده؟ ان شاء أنا الله مش كلكم. دحيحه بس ممكن احاول. ماشي حاولي يا تقى. لو انا قلت لك السايكلوهيكسين اللي قدامنا ده عايزين له ايزومر، عايزين السايكلوهيكسين. انا عارف ان اسئله الايزومر دي مش كل الطلبه بتحبها. بتبقى وحش. ماشي نتعلم، انا ما عنديش مشكله ان احنا يكون عندنا مشكله في اي حاجه بس نتعلم ونتعلم بسرعه. ده هيبقى عنده 6 سي صح؟ صح تمام. احنا ممكن نعمل 5 سي جنب بعض ونخلي سي في النص برانش ولا ايه؟ طب ثواني بس. طيب تعالي نطلع بقاعده وانت لازم تعرفيها وتحفظيها. ايه هي؟ ان السايكلو الكين، مش ده سايكلو الكين؟ السايكلو الكين في منهجنا ايزومر لحاجه واحده بس. مين شاطر يقول لي عليها؟ او خلينا انا اقولها. للالكين. السايكلو الكين هو ايزومر للالكين. السايكلو الكين دي قاعده يا تق. ان السايكلو الكين ايزومر للالكين. يبقى انا لو عندي سايكلو الكين وقلت لك هاتي له ايزومر فتعملي ايه؟ تجيبي الكين. ماشي. فدي اسهل ايزومر تجيبيه لمركب سايكليك. طيب هل تعرفي تجيبي ايزومر تاني؟ او الاول فكري زمالك يعني ايه ايزومر. خلينا يعني كل سؤال كده نحاول نلم بيه حاجه في الاورجانيك كيمستري. يعني ايه ايزومر؟ الايزومر عارفه ان هو بيبقى مركب تاني بنفس عدد الكربون يعني. ده اللي انا عرفته. مش كربون بس، اتنين كومباوند او اكتر عندهم نفس عدد الاتومز. مش كربون بس، ممكن هيدروجين كمان، ممكن اكسجين. يبقى انتوا